أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم سيكون بعنوان صحة الأجسام من أنواع الطعام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولكن أصدقائي، دعونا بداية نتعرف إلى الأهداف التعليمية لهذا الدرس. فالهدف التعليمي الأول أن يقرأ التلميذ النص قراءة جهرية صحيحة مع مراعاة علامات الوقف. أما الهدف التعليمي الثاني أن يتعرف إلى مفردات جديدة، فهيا بنا. صحة الأجسام من أنواع الطعام. ما ألذ شرائح البطاطا وما أعذب صوتها تحت الأضراس. لا تكثر من هذه البطاطا فإنها مضرة ورائحتها كريهة. رائحتها كريهة، هذا صحيح، لكنني لا أتنفس عندما أضعها في فمي. مطعم الوجبات السريعة، من فضلك أريد لقمة شاورما ولقمة نقانق. ما بالك يا أمعائي؟ ما هذه الأصوات؟ ولماذا هذه الحرقة الشديدة في معدتي؟ آخ آخ، أمي أمي، أخي يتألم ويحتاج إلى مساعدة. لابد أنك أكثرت من المأكولات المصنعة، أليس كذلك؟ سنطلب سيارة الإسعاف لنقلك إلى المستشفى. الطعام المصنع لذيذ، هذا صحيح، لكنه مؤذٍ ومضر. والآن أصدقائي، سوف ننتقل للحديث عن الكلمة ومرادفها. بداية نقصد بالكلمة ومرادفها أي معناها. الوجبات جمع وجبة، والوجبة ما يأكله الإنسان من طعام في المرة الواحدة، فنقول وجبة الإفطار أو الغداء. ومطعم الوجبات السريعة هو المطعم الذي يعد أنواعاً من الطعام يحملها الإنسان ويأكلها خارج المطعم. أسعفه أي ساعده فقد حاجته. وأسعف المريض قدم له ما يلزمه من عناية قبل نقله إلى المشفى. والآن من يخبرني؟ ما عمل سيارة الإسعاف؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ والآن أصدقائي، سوف ننتقل للحديث عن مضمون النص. أولاً، كيف يجد منير طعم شرائح البطاطا؟ فكر جيداً ثم أجب. أحسنتم، يجد منير طعم شرائح البطاطا لذيذ. ثانياً، ما الذي أصاب منيراً نتيجة إكثاره من تناول الأطعمة المضرة؟ أحسنتم، أصابه وجع وحرقة في الأمعاء. ما الدرس الذي تعلمه منير؟ أحسنتم، أن الطعام المصنع مؤذٍ ومضر. والآن أصدقائي، انتهى درسنا لهذا اليوم. أرجو منكم القيام بحل ورقة العمل وإرسالها لي. دمتم بخير وإلى اللقاء. شكراً لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.